لا صوت يعلو في الشارع المصري فوق صوت استعداد المنتخب الوطني لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل، وذلك بعدما بدأ الفراعنة معسكرهم المغلق قبل أيام قليلة في مدينة برج العرب. يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين على هامش معسكره الحالي أمام منتخبي غينيا وتنزانيا، وذلك يومي 13 و16 من يونيو الجاري، حيث تمتلك المباراتان أهمية كبيرة للجهاز الفني للفراعنة بقيادة أجيري، خاصة أنهما سترسمان الخطوط العريضة للمنتخب في أمم إفريقيا، حيث يتطلع أجيري لتحقيق عدة أهداف من المباراتين. يأتي على رأس أهداف الجهاز الفني للمنتخب حسم القائمة النهائية للفراعنة في أمم إفريقيا باستبعاد لاعب وحارس مرمى، بعدما ضم أجيري 25 لاعبا وتنص اللوائح على قيد 23 لاعب. وفي حال عدم تعرض أي من اللاعبين للإصابة فإن مباراتي تنزانيا وغينيا ستكون فرصة أخيرة للحكم على مستوى اللاعبين وحراس المرمى، والمفاضلة بينهم لاستبعاد حارس مرمى من الرباعي أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمود جنش، محمد أبو جبل، وإن كان الأخير هو الأقرب للخروج من القائمة، بالإضافة لاستبعاد لاعب آخر من بين 21 لاعب، وهو ما يشعل المنافسة بين اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني من خلال تقديم أفضل مستوى في المباراتين الوديتين. رغم استقرار الجهاز الفني للمنتخب على التشكيلة الأساسية للفراعنة منذ تصفيات أمم إفريقيا التي اختار اللاعبين فيها بناء عليها، إلا أن المباراتين الوديتين قد تكون فرصة لاستكشاف تألق أحد لاعب الدكة أو العناصر الجديدة ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، أو على الأقل ضمان المشاركة كبديل لبعض الوقت.